الطيوبة أم البنات يلي صدقا أنا مالي مستوعبة إنه هي توفت هي وزوجها وبناتها تحت الأنقاض. إن شاء الله تطلع وتقول أنا موجودة وتكذب الخبر، بس للأسف إنه الأخبار صحيحة. ألف رحمة على روحها والله يصبرنا جميعا. طيوبة أم البنات هي سيدة سورية مقيمة في تركيا، متزوجة ولديها 6 بنات، ولدت في مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، إلا أنها ونتيجة الأحداث التي حصلت في سوريا، هاجرت وزوجها إلى تركيا، واستقرت في تركيا، وكانت واحدة من أشهر اليوتيوبر في العالم العربي. من خلال مشاركتها متابعيها يومياتها مع بناتها 6، بالإضافة إلى بعض أعمالها في المطبخ. وكل ذلك دون أن تظهر وجهها، مما أكسبها المزيد من حب وتقدير واحترام المتابعين، الذين بلغ عددهم أكثر من 100,000 متابع. طيوبة أم البنات، واحدة من أشهر اليوتيوبرز في الوطن العربي، دخلت قلوب متابعيها من خلال الفيديوهات التي كانت تشاركها من داخل منزلها، والتي يظهر في معظمها بناتها 6. وبعد زلزال تركيا تعرض منزلها للهدم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها وفاة طيوبة أم البنات. يبقى الخبر غامض لحد الآن.